نتابع إن شاء الله تعالى تفسير سورة التكوير، وكنا قد وقفنا عند قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أما الوأد في اللغة هو الثقل، لذلك الله عز وجل قال في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده، لا يؤود الله حفظ السماوات والأرض، لا يثقله. وأيضا قلنا أن ملكة تدمر عندما تم التآمر عليها بالقتل، أدخلوا عليها الجنود داخل جرار الزيت، جرار الطعام. الأصل أن هذه الجرار يوجد فيها طعام، فالجمال تسير وهي خفيفة. لما أدخلوا عليها الجنود داخل الجرار، رأت الجمال تسير مثقلة، مثقلة لا شك وزن الرجل ليس كوزن الطعام والشراب. فقالت: مالي أرى الجمال يسرن وإيدا. مالي أرى الجمال يسرن وإيدا، ما معنى وإيدا؟ ثقيلات، متثقلات، واضح؟ إذن استخدمت الوأد. إذن الوأد، الوأد هو التثقيل. تثقيل ماذا؟ كانت بعض قبائل العرب، وللشهادة بعد الدراسة والتدقيق، ليس كل قبائل العرب قبل الإسلام كانت تقتل الأولاد، لا، كان موجود، نعم، هل كان موجود عند كل القبائل؟ بعد التدقيق الأشراف، أشراف العرب ما كانوا يفعلون هذا، كبني هاشم وبني عبد المطلب وبني مخزوم وبني عدي. أما كان منتشر في بعض القبائل الصغيرة البعيدة، نعم، بعض التطبيقات من أفراد ينتمون، لكن بشكل شخصي، نعم، كانوا يثقلون الولد أو البنت بالتراب في داخل الحفرة، يثقلونه يثقلونه حتى يموت حيا. إذن هذا معنى الوأد. ما معنى الموءودة؟ هل الموءودة فقط البنت؟ كلا، لأنه ثبت أن القتل كان للأولاد ذكورا وإناثا، والدليل قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. قال قتل الأولاد، والآية في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الولد قد يكون ولد ذكر وقد يكون ولد أنثى. إذن الموءودة ليست البنت. ما معنى الموءودة؟ الموءودة يا إخوة النفس. كل نفس تقتل بغير وجه حق ستقف في المحكمة يوم القيامة أمام القاضي وهو الله عز وجل، دون محامين ودون هيئة دفاع، وسيسألها الله عز وجل سؤالا يليق بجلاله، وقوفا يليق بجلاله سبحانه وتعالى: لماذا قتلت يا نفس؟ ونحن نعلم، وكما قلت في الخطبة السابقة باللغة الإنجليزية، القتل محرم في ديننا لأي كان، لأي كان، مهما كان دينه أو لونه أم جنسه، لا يجوز. والقتل إنما هو دليل الضعف والإفلاس. ماذا حقق من قتل الناس بالبراميل؟ ماذا حقق من قتل الشعب لأن الشعب يريد أن يقول كلمة، أن يأخذ حرية اتخاذ قرار؟ ماذا حقق من ذهب بالأمس في بلجيكا وقتل الناس في المطار؟ ماذا حققتم؟ ممكن يكون أنا وزوجتك وزوجتك وأخوك واقفين باللاين في المطار بدون يسافر، تأتي أنت وتقتل. إذا صدقنا السيناريو المعروض في الإعلام، ما السبب؟ ما الذي يجعل إنسان متعلم يفعل هذا الفعل؟ أي نوع من التفكير، أي نوع من التغذية لهذه العقول حتى تفعل ما تفعل؟ نسألهم: ماذا حققتم؟ قتلتم أنفسا بريئة. هذه الأنفس ينطبق عليها قول الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب. ما ذنبهم؟
الأبرياء الذين يقتلون بلا مبرر، هؤلاء أيضا ينطبق عليهم قول الله عز وجل. والقاتل ماذا فعل؟ ماذا أنجزت؟ ما هي الرسالة التي قدمتها عن دينك؟ لو أنك وقفت في المطار ووزعت المصحف، لو أنك وزعت ترجمة لسورة أو ترجمة لحديث، أو أعطيت الناس ابتسامة ووردة وتقول هذا مني أنا مسلم، لو أنك ذهبت إلى حي ونظفته وكتبت على نفسك الفريق الإسلامي ينظف أحياء الناس، لكانت رسالة مؤثرة جاذبة لعموم الناس. وإذا الموءودة سئلت، إذا ستسأل الموءودة، والمنطق يقول أن يسأل القاتل، لماذا تسأل البريئة ولا يسأل المجرم؟ قال أهل العلم إن الله عز وجل يعاقب بعدم الالتفات وعدم الكلام إلى القاتل المجرم، ويسأل البريئة النفس المقتولة أمام قاتلها زيادة في تبكيته وزيادة في ألمه. ما ذنبها؟ ما ذنب هذه البنت؟ ما ذنب هذا الولد؟ لسان حال المؤودة يقول يا رب أنت السبب، أنت رزقتني لأبي في وقت غير مناسب لأبي، أنت خلقتني أنثى، أنت خلقتني ولد. والقتل كما قلنا في الأسبوع الماضي يا إخوة، الوعد لم يتوقف. اليوم الناس في الصداقة بين الرجل والمرأة بلا زواج، تحمل المرأة لا تريد المولود تقتله، ترميه من شباك المستشفى أو ترميه في قمامة أو تضعه أمام كنيسة أو ما شابه، هذا وعد ولا لا؟ وعد. الإجهاض، الحمل غير المرغوب فيه بعد أن ينفخ فيه الروح، هذا أيضا وعد. ولد معاق جاء لعائلة ما في إيمان ما في دين ما في أخلاق، وشو جابرني أنا أضل مع المعاق؟ يقتلونه. الوعد مستمر. وبالتالي هذه آية فقط للعرب قبل الإسلام؟ لا، آية سيسأل عنها كل إنسان ارتكب جريمة قتل بريء بغير وجه حق. والكلام طويل. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت. الصحف كل إنسان له صحيفة، ستنشر الصحف، ستنشر الصحف، هذه الصحف مدور فيها شيء نحن فعلناه. لن تجد في صحيفتك تزويرا، لأن الملائكة لا ترتشي ولا تزور. لذلك يحسن بنا أن نكثر من الاستغفار حتى يمسح ما اقترفناه من ذنوب وسيئات من صحائفنا، لأنه ورد في الحديث أن الملائكة تمهل العبد لعله يستغفر لعله يستغفر لعله يستغفر. أكثر من الاستغفار يا إخوة يا أخوات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. فقيل له أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. الاستغفار عبادة، والشكر والذكر لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن إشغال اللسان بالذكر يشغله عن ذكر الناس وغيبة الناس وما إلى ذلك. إذن الصحف ستنشر يوم القيامة. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. نقف عند هذه الكلمة ولعلنا نتكلم بشيء جديد. السماء معروفة ولكن لا نراها. أين السماء؟ لا نعلم. هناك سماء؟ نعم. أين هي؟ فوقنا، تحيط بنا، لكن ما لونها؟ ما هي؟ ما كثافتها؟ لا نعلم، غيب. هذه الصورة قد توضح لنا شيئا من هذا الغيب. لاحظوا المفسرون، بعضهم قالوا إذا السماء أزيلت، أزيلت. أقول الآية تقول كشفت ولم تقل أزيلت، إذ أن العربية ليس فيها ترادف. لو أراد الله أن يقول السماء أزيلت لقال أزيلت، لكنه قال كشفت. ما هو الكشط بالكاف وما هو القشط بالقاف؟ لغتان. خير مثال لفهم الكشط هو عندما نشتري كرت الهاتف، كرت الهاتف ب
بيكون في ستيكر على الرقم. تيجي انت شو بتعمل؟ تقشط هذا الغلاف، تقشط او تكشط لغتان، فيظهر لك شيئا مخبى، شيئا موجود. اذا القشط، واحنا بنستخدم في الفلاحين القشاطه. مين استخدم القشاطه في حياته؟ كلياتنا. ما هو القشط؟ ما هي القشاطه؟ انت تقشط الماء ليظهر ما تحته من نظافه الارض. واضح؟ بنقول قشطنا الارض وقشطنا الماء، اليس كلاهما صحيح؟ نقول اقشط الارض او اقشط الماء. اذا واذا السماء كشطت، انت تقشط شيء فتظهر السماء، كما تقشط الستيكر الغلاف فيظهر الرقم. اذا يبدو ونحن نتكلم في سوره التكوير عن انتهاء عالم الدنيا وبدايه عالم الاخره، ستظهر السماء لنا، ستظهر السماء التي هي مخلوقة ولكن مغلفة بغلاف يوم القيامة. الله عز وجل قال هذا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات. هكذا اللغة، ولكن إيجاز حفظ لا يعادل الكلام إن ذكر في العبارة. إذن السماء ستقشط أو ستكشط، سيزال خلاف عنها فتظهر لنا نظام جديد، نظام كوني جديد. ولذلك احنا بنقول اليوم السماء موجودة، السماء موجودة، لكن لا نعلم كيف هي. هذا الغلاف الموجود يوم القيامة سيزال، ليس السماء تزال وإنما الغلاف الذي يغطي. ما هو هذا الغلاف؟ لا نعلم. هل هي الكواكب والنجوم؟ هل هي مجموعات شمسية؟ هل هي؟ لا نعلم. هل هو الفضاء الفراغ؟ لا نعلم. ولكن الله عز وجل يقول السماء ستقشط أو ستكشط لغة عند العرب، فيظهر ما هو مغلف، ما هو مخفى. لذلك نقول قشط أزال ليرى ما تحته. حتى لما واحد يقول في اللغة العامية والله قشطوني مصاري، نستخدمها ولا لا؟ شو يعني قشطوا؟ أزالوا الجيب وأخذوا ما فيه. إذن الإزالة لكشف ما هو مخفى. واضح إن شاء الله؟ إذن وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت. الجحيم النار، النار، وكلمة جحيم تعني أنها نار حامية، نار مشتعلة ملتهبة. ولكن في ذلك اليوم، يوم التكوير، ستسعر نار جهنم تسعيرا إضافيا. لماذا؟ بدء نظام كوني جديد، تحضير لشيء جديد. وأنا قلت وأعيد، ليس بالضرورة أنك ترى صحيفتك وترى أعمالك أنك ستحاسب عليها، مش بالضرورة. في شيء اسمه رحمة رب العالمين، وفي شيء اسمه العفو الرباني والمغفرة الربانية. نعم، سترى كل مثقال ذرة شر وكل مثقال ذرة خير. قال يره، لكن مش بالضرورة أن يحاسب عليه. وهذا إحنا نتعامل فيه بالدنيا، يعني أنت ممكن كقاضي تورجي المتهم، فعلت، لكن تعرف أنك فعلت لأنه في ظروف، روح مسامح وتحذير نهائي وما تعيدهاش. ممكن لاش ممكن؟ إذا رحمة ربنا ما نضيق واسع، موجود نعم، هل سأحاسب عليه؟ لذلك قلتها وبعيدها، يوم القيامة اوعى تناقش رب العالمين، تقول له لا مش انا وما عملتش وما سويتش، لا، امام الله عز وجل حاضر عملت غلطان، لانه ما ناقش احد رب العالمين الحساب الا هلك. ما تناقش لانه في مخبى اشياء كثير انا وياك ناسينها. وين موجودة؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا. كل اللي عاملينه احنا ناسينه، هلا حاضر هناك جاهل، لذلك ما تناقش. ربنا رحمن رحيم. إذن وإذا الجحيم سعرت ثم وإذا الجنة أزلفت. الجنة أزلفت، ما معنى التزلف؟ احنا بنعرف ان العرب كانوا يقولوا ما نعبدهم للأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفا. إذن التزلف أو التزليف أن تقترب من صاحب المكانة، أنت بتقترب منه، بتقرب وبتقدم. لذلك الناس اليوم بتزلفوا لمين؟
يعني الناس بتزلفوا للأغنياء، بتزلفوا للسلاطين، للحكام. إيش يعني بتزلف له؟ بيحاول يتقرب مشان يصعد، بيتقرب مشان يصعد. ما حدا بيتزلف مشان ينزل، مش هيك؟ إذا هذا التزلف، التقديم مع الصعود. وإحنا لما بدنا نكرم واحد شو بنعمل؟ شو بنعمل؟ بنقدم له الإشي، بنقول له تفضل هاي جائزتك، بنزلف له الجائزة، صح ولا لا؟ بنقرب. والعرب زمان لما كان الضيف بده يروح، الضيف بده يروح، يروحوا يجيبوا له الفرس تبعه ويقربوا له اياه تكريما له، ما بيخلوا الضيف يروح للفرس، بيجيبوا له الفرس وبيزلفوا له اياه، هاي فرسك تفضل. احنا اليوم الفلاحين كمان اجلكم الله بنجيب حذاء الرجل الكبير وبنحط له اياه جنب مجلسه عشان يلبسه ويطلع. هذا التزليف كنايه عن التكريم. تزليف، تزليف الجنة، تزلف الجنة لمين؟ للمتقين، تقدم وتقرب لأهلها. هذا من علامات ماذا؟ إكرام الله عز وجل للناس. نسأل الله أن نكون من أهل الذين يزلف لهم جنانهم إن شاء الله تعالى. إذا وإذا الجنة أزلفت، قربت ورفعت، قربت ورفعت. واضح؟ علمت نفس ما أحضرت. لما الجنة تزلف والصحف تنشر، لما الصحف تنشر حتستلم، تستلم صحيفتك. علمت نفس ما أحضرت. العلم الآن اللي إحنا اليوم ناسين أربع أرباعه، سنعلمه علما يقينا. أنا عامل هيك وعامل هيك وعامل هيك في صحيفتك. علمت نفس. إيش نفس يعني؟ يعني أي نفس، أي نفس ستبعث ستعلم ما أحضرت. ما معنى أحضرت؟ العلماء قال لها معنيان. المعنى الأول ما أحضرت من الأعمال خيرها وشرها، أو ما أحضرت من العقاب بسبب ما قدمت، وكله يؤدي إلى نفس المعنى أو إلى المعنى نفسه. علمت نفس، علم يقيني. لذلك يا إخوة اللي ناسينه إحنا كثير، لكن في الصحائف مكتوب. هل بإمكاني أن أزيل ما في صحيفتي؟ نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات، أكثر من الحسنات حتى تزال السيئات بإذن الله عز وجل. لذلك ربنا عز وجل يقول اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، سنقرأ الكتاب. كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، أنت تشهد على نفسك. أيوة أنت عملت، واللي بينكر، اللي بينكر أنا ما عملتش، الله عز وجل يكتم على الأفواه ويجعل الأيدي والأرجل تتكلم بما كسب الناس. لذلك اوعى تنكر وتعاند مع الله سبحانه وتعالى. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. إنه مهم جدا أن نصل إلى إنه، لأن كل محور القسم قسم 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 لأجل جواب القسم. إيش؟ فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. نتكلم عن عالم الكون، عالم الفضاء. في اللغة العربية فلا أقسم مش معناها أقسم. العلماء قالوا فلا أقسم يعني أقسم، لا، لها فلسفة، لها فلسفة. لما المقص في مقسوم عليه في مقسم به، في مقسوم عليه ومقسم به. إذا كان المقسوم عليه أقل شأن من المقسم به ما في داعي للقسم. واضح؟ فلا أقسم بالخنس، إن القرآن من عند الله. فيش داعي القرآن وعظمة القرآن أعظم من الخنس والكنس، فيش داعي أقسم من وضوحه، لا داعي للقسم. واضح؟ فلا أقسم بالخنس. خنسة، خنسة إحنا بنقول لما واحد يظل يتكلم، يتكلم معك مزعجك، مزعجك، شو بتقول له؟ شو بتقول له؟ اخنس. إيش يعني اخنس؟ فيها تراجع، فيها تراجع بعد تقدم. اخنس شوي يا اخي، شو يعني اخنس شوي؟ اسكت وتراجع. اذا الخنس، الخنس التراجع بعد تقدم. والشيطان ربنا شو سماه؟ وسواس خناس. الشيطان بيجي بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بتراجع، يخنس، يتقدم ويتراجع. الخنس، فلا اقسم بالخنس. هلا بنفسرها تفسير مع السورة. الجواري، ايش الجواري؟ جمع جارية، جارية من يجري،
يجري، واحنا بنعرف في الفيزياء كل ما في الكون يجري، كله بيتحرك، كله بيتحرك، ما في شيء اسمه سكون او سكوت، كله بيتحرك. حتى احنا الان نتحرك بحركة الارض، لكن انا مش شاعر لسببين: عظم الارض وعلاقتي مع الشيء اللي واقف عليه علاقة سكون نسبية لانه نفس السرعة. يعني اعطيك مثال فيزيائي، لو في باصين، باصين بيمشوا بنفس السرعة، بيمشوا بنفس السرعة، وفتحنا الابواب، تستطيع ان تنتقل من باص الف لباص باء بدون اي مشكلة. ليش؟ لانه علاقتك، علاقة الباصين مع بعض ثابتة ساكنة نفس السرعة. اذا يجري كل شيء، يجري. فلا اقسم بالخنس الجواري، الكواكب، الخنس هذه الكواكب تجري، الشمس تجري ولا لا؟ والارض تجري ولا لا؟ والقمر يجري، كل في فلك يسبحون. الجواري الكنس، ايش الكنس؟ الكنس قلنا الخنس ظهور بعد خفاء، اختفاء بعد ظهور، اختفاء بعد ظهور، تقدع عفوا بعد رجوع. الكنس اختفاء بعد ظهور، اعيد، الخنس رجوع بعد تقدم، رجوع بعد تقدم، الكنس اختفاء بعد ظهور. اعطيك مثال، احنا لما نكنس، لنكنس شو بنعمل في الكناسة؟ بتكون موجودة، شو بنعمل فيها؟ نخفيها. اذا الكنس اختفاء بعد ظهور. وليش سموا الكنيسة كنيسة؟ لأن رجال الدين كانوا يكنسون فيها، يختفون عن الناس، سموه هذا رجل الدين دائما وين؟ مختفي، مكتنس. إذا هذا الكناسة أو الكنيسة أو الكنس اختفاء بعد ظهور. واضح؟ نعيد الصياغة، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. هذه الكواكب، تكلم عن الكون والسماء اللي حتكشف ويظهر شيء جديد، هذه الكواكب تخنص وتكنس، تجري، هي تجري، تجري عندما تقترب منك من الأرض في ماذا؟ خنوص ثم كنوس، خنوص ثم كنوس. هذه دورة الكواكب في الفلك، وهذا دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. يعني مذنب هالي تسمع فيه في الثمانينات، شفناه في الثمانينات، شفناه هلا كان إيش؟ كان في ظهور، بعدين خنس، خنس، بعدين كنس، اختفى. متى سيأتي؟ بعد مئات السنين له دورة. ولاحظوا هذا الكون العملاق، دورات الكون، متى يخنص ومتى يكنس. الله يقول لا أقسم بكل هذا مع عظمته، على حقيقة أن القرآن كلام الله. نعيد حتى نربط، فلا أقسم بالخنس تقدم بعد رجوع، ورجوع بعد تقدم، الجواري تركض. وجرى على فكرة ما لها سرعة، نقول للصغير إذا جرى جرى، وللعداء إذا جرى جرى، الجريان السرعة الحركة بغض النظر عن نسبة السرعة. الجواري الكنس، الكنس اختفاء وظهور. والليل إذا عسعس، عسعس الليل معروف، إيش عسعس يا إخوة؟ زمان، زمان كان في شربة تلف في الحرارة يسموهم العسس، العسس سموا بالعسس نسبة إلى طبيعة الوظيفة. كانوا يخرجون في الوقت اللي ممكن يكون فيه شوية نور، شوية فضاء، مشان يشوفوا. متى بيكون في الليل في شوية فضاء؟ قال العلماء بداية الليل، لما يبلش الليل يعني لما تغيب الشمس إلى أن تصبح عتمة 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 في وقت، هذا عسعس، عسعس الليل. وآخر الليل لما يبلش الفجر يقرب يصير في شوية إضاءة. إذا والليل إذا عسعس بيكون نهار، بيجي الليل شوي شوي بعدين بيشتد، أو بيكون الليل بيجي النهار بعد الليل، بيكون في عسس في الليل بيروح شوي العتمة ويبدأ النهار بعد ذلك. وأنا أمين أن عسعس هنا تأتي بالمعنى الثاني، نهاية الليل وقرب اقتراب ماذا؟ والنهار. ترتيب الآية، إذا والليل إذا عسعس والنفس. إحنا في البيولوجي بنعرف إنه النفس دليل إنك حي،
نفس معناته شوفوا يعني بيتنفس حي. النهار النهار دليل الحياة فيه انه يتنفس، هذا التنفس انه في حياة، دليل الحياة. بعد العسس والظلام في نهار يتنفس، في انشراح، في حركة الناس، في ظهور الرؤية، النور. ايش دليل النهار موجود؟ النور، الرؤية. دليل الليل عدم الرؤية. اذا والنهار، والنهار عفوا الصبح اذا تنفس. اذا هذا النفس الذي ياتي بعلامة الحياة في النهار بعد الليل، آية من آيات الله عز وجل. وقلنا هذا في سورة الضحى محور الكلام، وأختم به ثم نكمل لعلنا في الأسبوع القادم. والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. كان التشكيك، كان التشكيك أن هذا القرآن ليس كلام رب العالمين، ولليوم على فكرة بشك. فربنا يقسم بعد أن جاء بكل هذه الآيات، إذا الشمس كورت إلى وإذا الصبح، إنه مين؟ إنه قرآن لقول رسول كريم. من هو الرسول الكريم في هذه السورة؟ جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام إنه لقول رسول. طيب ليش ما قال لقول جبريل؟ هلا ما معنى كلمة رسول؟ رسول يعني يحمل رسالة، له علاقة بالمضمون؟ لا. لو قال قول جبريل كان اللي بدهم إياه قالوا هذا كلام جبريل مش كلام الله. لا، قال رسول كريم. إذن ليس كلام جبريل ولا كلام محمد ولا كلام زيد وعمر، هو كلام الله حمله رسول من الملائكة، وصف بأنه كريم. ما معنى كريم؟ نقول نحن القرآن الكريم، نقول حجار كريمة، نقول شراب كريم، نقول البيت الكريم، هذا رجل كريم. معنى كريم ليس الكرم هنا معناها أنه يتبرع بالنقود، لا. الكرم هنا كناية عن الشرف وعلو المكانة وكثرة المنفعة لمجتمعه. هذا الرجل الكريم، نقول هذه بنت الكرام، هذا ابن الأكرمين. ما معنى ابن الأكرمين؟ شرف ومنزلة وفيه خير، خير عميم. لذلك القرآن كريم، فيه شرف نعم، فيه منزلة نعم، فيه خير لا شك. القرآن البيت الكريم، الكعبة، نذهب إلى تلك الديار نستشرف الخير. إذا هذا الرسول مش أي رسول. وزي ما قلنا لما الملك اليوم بيبعث رسالة بيبعثها على أفضل أنواع الورق ومع أشرف واحد في المملكة، أو يبعث مع أي واحد لأنه يمثل لي، يبعث مع ابنه، مع رئيس الوزراء، مع النائب الأول، يمثل الملك، يمثل الحاكم، ولله المثل الأعلى. الذي يحمل رسالة السماء مش أي واحد، رسول كريم. ثم الكلام عن صفاته تطول الآيات لعلنا نتبهها إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. أسأل الله لي ولكم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروه وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة.